من المغرب حاجة جميلة وحاجة نسعد بيها كلنا. طب معانا سعد سمير دلوقتي، اتفضل احمد. اتفضل يعني محمد. سعد 120 دقيقة؟ اه والله ازاي؟ الحمد لله. هقول الله اكبر بقى. ما الله اكبر. لا لا انا بمسك الخشب، بمسك الخشب والله. مش زي ما نشرف. لا بجد مبروك يا سعد، السوبر، وكنا مفتقدينك، وان شاء الله رامي ربيعة كمان يرجع بالسلامة بإذن الله. ونجيب يرجعوا بالسلامة ان شاء الله. الف سلامة لرامي، بقول له الف سلامة، والف سلامة لنجيب. والحمد لله يعني كلنا واحد وكلنا بنكمل بعض، مش كلام ان شاء الله. بس احنا بنلعب في نادي كبير، في منظومة كبيرة لها جماهيرها الكبيرة ولها اسم، فده واجب على اي لاعب ان هو يقوم بالدور بتاعه على اكمل وجه، والوقت اللي طلب منه فيه ادي ادي. والحمد لله كلنا بنقوم بالدور. اهم حاجة الفرحة اللي بنشوفها في عيون الناس، في عيون جمهور الاهلي، في عيون اللعيبة. فببارك للعيبه كلهم بصراحه على قد المسؤوليه، ولعيبه رجاله جدا، وبشكرهم شكر كبير يعني. وكابتن حسام والجهاز الفني، الناس كلها بتتعب، الناس كلها بتخلص، فربنا بيكرم عشان كده الحمد لله. كنت متشوق انت اللحظه انك ترجع للملعب، وكنت زعلان الفتره الاخيره وانت بعيد نتيجه الاصابه، هي قضاء وقدر، لكن متشوق للحظه دي. طبعا طبعا الحمد لله. يمكن اول مره اتصاب في ركبتي، جالي جزع كده في الرباط الداخلي في وقت صعب شويه، فالحمد لله ربنا كرم. يمكن الناس ما تعرفوش، كان المفروض احتاج وقت اكتر من كده شويه. قول لي بقى الكواليس. كان المفروض احتاج وقت اكتر من كده شويه، لكن انا يعني اصريت مع الدكتور خالد ومع الكابتن حسام ومع الجهاز الفني ان انا يعني ابقى متواجد، يعني عشان خاطر ماتش الزمالك والماتش اللي فات. كابتن حسام بشكره، والماتش اللي فات رغم الظروف